حسناً، سأقذف الكرة الآن. إيه، دعني أقوم بتمرير الكرة للقرد. يا سنجاب، أمسك الكرة. أوه، الكرة. يا قرد، يجب أن تذهب وتحضرها. حسناً حسناً، انتظروا، أنا ذاهب. أين ذهبت الكرة؟ ها هي. لقد وجدتها. ها؟ هاي جوني، ماذا تفعل؟ أريد أن أذهب وألعب معهم، افتح لي. جوني، لماذا وضعته في الداخل؟ نحن نلعب، افتح. يا رفاق، انتظروا لحظة، سنلعب لعبة جديدة. أولاً سأخفي المفاتيح في أنحاء الحديقة، ثم سأعطيكم بطاقات تلميحية، وبعدها تقومون بالبحث عن المفاتيح وتحرير القرد. أوه، أعتقد أنها رائعة. ها؟ لا 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 أستطيع الجلوس وحيداً. أرجوك أرجوك، هيا ستكون ممتعة، دعنا نلعب. أرجوك. ها، حسناً، انتظروا لحظة، سأخفي المفاتيح أولاً. حسناً، انتهيت. حان وقت اللعب، اختاروا بطاقاتكم الآن. تقفزين أعلى، ثم أنزل أنا، ونقول مرحباً، ونواجه للأعلى وأسفل. اذهبي مثل الثعبان للأسفل، لكن من الصعب الصعود. ابحثي عني. حسناً، فهمتها. ها؟ هي كالثعبان تنزل، ولكن من الصعب تسلقها. ماذا يعني هذا؟ أوه، أنا أعرف، تعال معي، هيا. ها؟ واحدة لأعلى، واحدة لأسفل، وجهاً لوجه. نعم، هذا هو الحل. جوني، انظر، لقد وجدنا المفتاح. رائع رائع، وجدت المفتاح. جوني، انظر، ها هو المفتاح. انتظروا حتى يأتي الطفل، وبعدها نفتح القفص. ولكن أين الطفل؟ يا سنجابة، إلى أين تذهبين؟ انظر، لقد وجدت الحل. الخطوات صعبة الصعود، الانزلاق هو الحل. من هنا، انظروا، البيضة هنا. قد حللتم الألغاز، سأفتح القفص. ها هو. هيا يا صديقي، تعال إلى الخارج. ها، انظروا، إنه نائم. ها، الكثير من مناطق اللعب على متعة كبيرة الليلة. واو، الكثير من أحواض الكرات. مهمة إنقاذ، روم روم.
ما خرب ألعاب الحديقة، كل شيء محطم. علينا أن نعرف من خرب الحديقة. سأبحث عن آثار الأقدام. حسناً، سوف أفحص الحيوانات هنا. هاي يا قرد يا مشاغب، هل أنت كف عن إزعاجنا؟ هل أنت من خرب الحديقة؟ ها؟ أنا؟ لا 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 لا، صدقني لم أفعل ذلك، من فضلك لا تتهمني. جوني، حصلت على آثار قدم غريبة ليست موجودة في قائمتنا. يا شباب، أعرف من فعل ذلك، رأيته يأتي في الليل، إنه يأتي من الغابة. حسناً، لنقبض عليه فوراً. شباب، دعونا ننصب له فخاً، اتفقنا؟ حسناً، هيا. شكراً وآسف ومن فضلك، إنها الكلمات السحرية. هل فهمت يا بينجو؟ انتظر، سآتي أيضاً. هل تعرف كلمة سحرية؟ سأخبرك بكلمة ذهبية، كلمات ممتعة وجميلة، تمتع بتعلمها. لدينا ثلاث كلمات، شكراً من فضلك وآسف، ستظهر لك العجائب، قلها لأصدقائك. بينجو، تعال لأريك هذا، تعال معي. إنه ينتظر الطعام، تقدمه لو أمه، يتناوله باستمتاع، يجعله سعيداً. يقول الكلمة السحرية، تعلم أنها كلمة شكر، هذا سيجعلنا سعداء، تعلم قول شكر. هل عرفت واحدة؟ والآن دعني أعلمك التالية. أبي يقرأ كتابه، بيبي يلعب حوله، صدم بيبي أباه وأوقع الكتاب. بيبي قال كلمة سحرية، يقول آسف بطريقة لطيفة، يشعر أبي بالمحبة، تعلم قول آسف. هل رأيت هذا؟ ها؟ إلى أين ذهب؟ هيا يا بينجو، لنذهب للخارج وأريك التالية. شيا يلعب بالكرة، يحب اللعب بها هكذا، يأتي جوني يلعب معه، يسعد شيا الآن. يقول جوني كلمة سحرية، يسعد عند سماعها، يبدأون باللعب معا دوما، قل من فضلك. ها،
وأخيراً، هل تعلمت الكلمات السحرية؟ أعتقد أنه لم يفهم. هل أنت تتذكر؟ نرى الكلمات السحرية الثلاثة. شكراً، آسف، ومن فضلك. لا تنسى قوله. هل تعرف كيفية عد الأرقام بسهولة؟ من الجميل تعلم الأرقام ببساطة. نعم، من الممتع تعلم الأرقام عن طريق عد الأشياء، سأقوم بالعثور على جميع الأرقام. تعال نبدأ بالرقم واحد بكل متعة، الأنبوب والعائم يعد بالرقم واحد. إنه واحد، ياي، وجدت واحد. التالي هو اثنان، هيا لنذهب. الآن حان وقت رقم اثنين باستمتاع، سنازل تلعب وتعطي الرقم اثنين. إنها اثنين، ووهو، إنه ممتع أن نعد. الآن سأبحث عن رقم ثلاثة. هيا نتعلم الرقم الثاني وهو ثلاثة. انظر إلى الطيور التي تحلق في السماء. إنه ثلاثة. نحن هنا نتعلم الرقم التالي وهو أربعة. السيارة على الطريق تعد بالرقم أربعة. إنها أربعة. هي ياي، إنه سهل جدا. هيا بنا، حان وقت رقم خمسة. هيا نتعلم الرقم التالي وهو خمسة. الكعك المنتشر هناك يعد الرقم خمسة. لدينا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، وخمسة. هيا لرقم ستة. الحان الوقت للعثور على الرقم ستة. مجموعة البولينج مع سيادة ستة. إنها ستة. إنه ممتع أن نعد الأرقام. التالي لنجد رقم سبعة. ولنبحث عن الرقم التالي وهو سبعة. انظر إلى قوسي قزح وعدد ألوانه سبعة. إنها سبعة. واو، مظهر قوسي قزح يبدو جميل. لنبحث عن رقم ثمانية. يجب أن نذهب ونجد الرقم ثمانية. هنا نرى ثمانية الزهور على الطريق. إنها ثمانية. الأرقام في كل مكان. لنعثر على رقم تسعة. مرحبا، جئنا لنجد الرقم التالي تسعة. انظر إلى التسعة، نحن تخرج من الخلية. إنها تسعة. أخيرا حان دور الرقم عشرة. تعال دعنا نستمتع قليلا. سنذهب للعثور على الرقم التالي عشرة. سأستمتع بحلوى الكرة طول الطريق. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وعشرة. إنهم عشرة. ياي، أنا أعلم الآن كيف أعد الأرقام. عليك أن تختار منها. تعال تعال اختر فاكهتك. ها هي فاكهتك، جرب أن ترسم. ها هي التي عليك أن ترسمها. هذا البرتقال. واحد، اثنان، ثلاثة. عليك أن ترسمها باستخدام قلمك. ترسم
الظروف كل شيء انتهى. يا لها من فرحة. والآن دعونا نبدأ الرسم. أنا سأرسم أولاً، دعني أخطر أولاً. واحد اثنان، أخذت اثنين. معي الأحمر وأيضاً اللون الأصفر. لا لا، البرتقالي هنا. دع اللون الأحمر ومعه الأصفر، امزج جيداً وانظر ما يظهر. صفق بيديك، واحد اثنان ثلاثة، شاهد لوحتي معلقة هنا. يا بيبي، لقد فعلتها بشكل جيد. إذن مزج الأحمر والأصفر يعطي اللون البرتقالي. أنا سأكون التالي، دعني أختر لي. واحد اثنان، أخذت اثنين. الأرجواني هنا. قم بوضع الأحمر معه الأزرق، امزج جيدا وانظر ما يظهر. سأقوم برسم لوحتي. واحد اثنان ثلاثة، واو، العنب الخاص بي يبدو جيدا. رائع، أنت على حق، مزج الأزرق والأحمر يعطي اللون البنفسجي. أخذت اثنين. ليس صحيح، ليس متناسقا. لا لا، اللون الأخضر هنا. قومي بوضع الأزرق معه الأصفر، امزج جيدا وانظري ما يظهر. أنا أرسم فاكهتي. واحد اثنان ثلاثة، الأفوكادو الخاص بي جيدا جدا. رائع، جميل. إذن مزج الأزرق والأصفر يعطي اللون الأخضر. يا أصدقاء، لدينا ثلاثة ألوان أساسية، وهي الأحمر والأزرق والأصفر. سنحصل على جميع الألوان بخلطها. الأطفال يملون الصناديق من أجل تبرع صغير، يضعونه الألعاب في الصناديق الجميلة. الطفل يأخذ ألعابه ويتذكر الماضي، يرى هناك زجاجة ويجد فيها خريطة. هاي، انظروا إلى الخريطة. أوه، سوف نلعب كثيرا بهذا. إذن هيا نلعب ونتبرع. اذهبوا واستعدوا. يستعدون لصيد الكنز، يرتادون بأناقة، جاهزون للاستمتاع ويبدأون اللعب بها. الطفل أيضا يستعد وبينجو ينضم إليه. سيبحثون عنهما ويقضون وقتا رائعا. واو، هيا لنستمتع قليلا. لقد خبأت الكنوز في أماكن سرية، اذهبوا واجمعوها. القرصان شيا يأتي الآن عن الكنوز يبحث، يريد أن يجدوا الدليل، يبحث عن الكنز الآن. يصل إلى مكانه ويبحث عنه في كل مكان. يحصل على الكنز في يديه ويبتسم وينظر له. انظر، لقد وجدت الكنز، والآن إنه دورك. حسناً، سوف أذهب. زي المحقق يرتدي جوني، يأتي مع عدسة صغيرة، يتسلق بيت الشجرة ويبحث عن كنزاه. يتجول في الأرجاء ويجد المكان الخافي. وجد الكنز هنا يشعر بالسعادة. وجدتها. هيا يا بيبي، إنه دورك، ابحث عن الكنز.
هاي بينجو تعال، هيا لنذهب الآن. الطفل يبدأ لعبه الآن، يأخذ بينجو معه، يبحثان عن الكنوز، يفتشون في الطرق، يذهبان إلى المكان ويفتشون فيه، يجدان كنزا صغيرا ويقفزان فرحا. انظروا لقد وجدته أيضا. ماذا بعد؟ لنجد الكنز الأخير معا. جميعهم يذهبون للبحث عن الكنز، يبدأون البحث معا، ينظرون في كل مكان، بنجو يعطيهم دليل ويصيرون نحو الباب. هم حصلوا على الكنز الآن ويبتسمون له. لقد استمتعنا كثيرا اليوم. فلتدعهم يلعبون بهذا. أوه، انتهى كل شيء. الآن دعني أرى خطة الأسبوع. أوه، الأحد للموسيقى. ياي ياي. يوم الأحد يوم المرح، سألعب مع عاشي الآن، سأشارك في يوم الموسيقى، هكذا نلعب في هذا اليوم. بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، هكذا نلعب في هذا اليوم. يوم الاثنين هو يوم رسم جميل. الاثنين هو يوم الرسم، استمتع بالرسم مع دولي، نقوم بالفن معا، هكذا نرسم في هذا اليوم. بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، هكذا نرسم في هذا اليوم. الثلاثاء هو يوم الطبخ، أساعد أمي في التحضير، نخلط هذه الفواكه، هكذا نصنع العصير. بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، هكذا نصنع العصير. واو، إنه يوم الزراعة مع أبي. الأربعاء يوم الحدائق، أعتني مع أبي بالنباتات، أروي جميع النباتات، هكذا نعتني بالنباتات. بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، هكذا نعتني بالنباتات. ركوب الدراجات. الخامس لركوب الدراجات، جوني سوف يلعب معي، نستخدمها طوال الطريق، هكذا نركب الدراجات. بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، بوم باجي بوم باجي 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 بو، هكذا نركب الدراجات. يوم اللعب مع بينجو.
لقد وقعتم في فخي، لن تستطيع الهرب مني. والآن لأسترح قليلا. لكن الخطة لم تنجح. أوه، هذا هو الأمر؟